السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ النهاردة بنشرح موقع من المواقع المهمة جدا لربح العملات الإلكترونية عن طريق يعتبر التعدين، بس تعدين لكل ساعة. ازاي؟ هنشوف دلوقتي. هو الموقع ده، هتلاقوا الموقع اسفل الفيديو، الروابط كلها اسفل الفيديو، وانا هسيب له لكل عملة رابط. ده مش ل... مش ل... يعني مش ل... الهدف هو اساسا موقع واحد، لكن انا بتكلم يعني هحط الروابط دي للدعم فقط. اول ما بتخش الموقع، وطبعا الموقع ده انا شايفه من قناة كان بيشرح الموقع ده وهو عجبني، فانا حبيت اشرحه على القناة. اللي انت بتعمل ايه؟ اللي انت بتنزل تحت هنا وتضغط على اوتو كلايم. في 10 منت و5 منت. هنا الاوتو كليم، اوتو كليم من 2 لـ5، وفي هنا المنوال كليم اللي هو اللي انت بتضغط عادي، بتضغط كل شوية بتدخل على الموقع وتضغط. طبعا الاحسن افري 10 منت، تمام؟ انا جربت الـ10 منت وكويسة جدا. تضغط على 10 منت، هنا بتنزل لك العملات كلها اللي في الفوس توب. بنعمل ايه؟ بنروح عند مثلا وكأن هنروح للمونيرو، تمام؟ هنروح للمونيرو لان في ناس كتير ما تعرفش ان المونيرو عملة من العملات المهمة. وهنضغط على هنضغط على الفوسيت هوب. لازم تكون عندك حساب للفوسيت هوب، وهسيب لك برضك رابط الحساب بتاعي على الفوسيت هوب، اللي انت تقدر يعني تسجل دخول على الميكرو والت بتاعت محفظة الفوست هوب. هتاخد العنوان ده طبعا، تمام؟ كله معايا. بنضغط على العنوان كده كوبي، او بنروح واخدينه كده وحاطينه على المكان اللي احنا بعد كده. بعد ما حطينا السريال اللي هو الادرس، العنوان بتاعنا في الخانة دي، بنروح على الكابتشا ونعمل كرييت كابتشا، ونضغط على I am not robot. بعد ما نضغط على I am not robot بيودينا لصفحة تانية. زي ما انتو شايفين، بعد ما ضغطت على I am not robot هنضغط على كلمة start climbing. بعدها بيبدأ يوجهني لصفحة كابتشا. بنضغط على الكابتشا اللي هنا ونضغط على كونكت. زي ما انتو شايفين احنا علينا الكابتشا، بنضغط على كلمة كونكت. بعد ما بنضغط على كلمة كونكت هنستنى الثواني، 6 ثواني. هنستنى 3 2 1 كونكت جيت لينك، تمام؟ اوكي اكس. بعد كده بيوجهني لصفحة الموقع تاني، وبيبدأ يعدن العملة اللي انا قلت عليها الاكس ام ار اللي هي عملة المونيرو، وبيعدنها لمدة ساعة كاملة. بيديني في ال يعتبر الـ10 دقايق، كل 10 دقايق بيديك مثلا 92 جزء من المونيرو. وطبعا انت هتروح لكل موقع، وتروح يعني هتروح لكل رابط من عنوان من العملة، وتروح حطه في زي ما انا عملت.
انا دلوقتي هقدم مثلا عملة البيتكوين كاش، اخد السر العنوان بتاع البيتكوين كاش واروح اضغط على البيتكوين كاش من هنا، وانزل احط السريال اللي هو هنا في البيتكوين كاش، اروح حطه في المحفظة اللي هي الوالت ادرس بتاعته، وعيد الكرة بتاعت الكابتشا والحاجات الاختصارات دي، وهيعدل لي برضك في ساعة كاملة العملة اللي بعدها. ده كان موقع لتعدين العملات عن طريق الفوست هوب لمدة ساعة. كل ساعة تقدر تعدن العملة وتقدر تخش عليها كل ساعة كاملة. طبعا الموقع ده موقع جميل جدا. الروابط كلها هتلاقوها اسفل الفيديو. اي استفسار او اي تعليق سيبوه في الفيسبوك، عشان اليوتيوب بيبقى فيه مشكلة في الارسال بتاع الرسائل، و يعني في مشكلة انا مش هقولك عليها. انت تروح على الفيسبوك الخاص بيا، وهو هتلاقيه اسفل الفيديو، تروح حطه في تعليق وتروح راسل لي التعليق اللي انت عايز ترسله لي، او الاستفسار اللي انت عايز ترسله لي. واشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.